عدنا سريعا جدا اعزائي المشاهد بالحلقه السابعه من حكايه راجنا. فلما كنت شفت الاقسام اللي فاتت هتلاقيني مجمع لك الحلقات اللي فاتت كلها في فيديو واحد في القناه، ارجع شوفه علشان تفهم الفيديو بتاع النهارده، هتلاقيني سايبه لك في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. المهم ما تنساش تاكد انك عامل لايك، وما تنساش طبعا الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في المره اللي فاتت سيبنا راجنا بيحارب ارتميسيا، او بالاصح بيقتلها رغم زير كريمزون لي انه يحاربها اصلا، وبنروح للمستقبل في الوقت اللي راجنا كان بيطارد فيه ارتميسيا واتباعها ولكنهم هزموه بكل سهوله. وقبل ما ارتميسيا تطعنه بالنصل المكون من دمها علشان تحوله لتنين من اتباعها، بتطمنه انه مش هيفقد هويته ولكنه هيغير نظرته للعالم. ومع طعنها ليه ومع مرور الدم في قلبه بيحس راجنا بألم شديد جدا وكأن جسمه بيحترق، وبيحس بالتغيير اللي بيحصل لتفكيره. وارتميسيا بتعرفه ان تحوله لتنين علشان يخدم سيد التنانين هو اقصى مساعده تقدر تقدمها له. اللحظة دي بيفتكر راجنا موت ليه وبينجح انه يحرك جسمه، وبيبعد ارتميسيا عنه وبيجري ناحيه سيفه المكسور على الارض، فبيجري باقي التنين علشان يحموا ارتميسيا وبيستعدوا لهجوم راجنا، وبيحاول تنين الرياح انه يهاجم راجنا ولكن ولت كاموي بيوقفه، وبيندهش كل الموجودين وخصوصا ارتميسيا لما راجنا بيستخدمه علشان يطعن نفسه في قلبه يموت، وبيقول في نفسه انه خسر كل شيء في حياته وبيفضل انه يموت على انه يسمح للتنين انه يتحكم فيه ويستخدمه. ووسط دهشة وتعجب التنين بيتساءلوا عن سبب قتل راجنا لنفسه ورفضوا تعاطف ارتميسيا، وبتقول ارتميسيا انها كانت غلطانه وان راجنا ما كانش مقدر لسه ينضم لهم، ولكن خلاصته كانت في موته وانهاء حياته البائسه. وبتطلب ارتميسيا من تنين الرياح انه يستخدم الرياح علشان يساعد باقي التنانين انهم ينتقلوا لوجهتهم الجايه. وقبل ما يمشوا بتعرفهم ارتميسيا انهم كده بقوا اقرب للعالم اللي سيد التنانين بيتمناه، وبتعبر شكرها لكل الضحايا. وبعد رحيل ارتميسيا واتباعها بيظهر سلايم وجوليوم من باب سحري كده قدره كريمزون يعني، وبين انهم يبحثوا عن شيء ما. وبيصيح اسلام ان المكان فاضي، ولما بيلمح جثه راجنا بيقول ان في حد رمى زباله في مكانه ومشي، فكريمزون بيامره انه ما يقربش من راجنا لحد ما هو يقرر ما اذا كان هو زباله ولا لا بنفسه. وبعد فحصه لجثه راجنا بيكتشف كريمزون ان راجنا استخدم السيف الفضي علشان يجمد قلبه ويوقف تحوله لتنين، وبيتعجب من قدرته كبشري على انه يقاوم سيطره دم ارتميسيا عليه، وبيطلب من جوليوم انه يشيله علشان يرجعه لمقرهم. فجوليوم بيساله اذا كان ناوي يشرح جثه راجنا، فبيجاوبه ابتسامه شيطانيه انه صحيح علشان اكتشف شيء مثير للاهتمام. وبنرجع للحاضر وبنشوف جوليوم وكريمزون واقفين من بعيد بيراقبوا المعركه المدمره بين راجنا وارتميسيا، وجوليوم بيسال كريمزون هيعملوا ايه بما ان راجنا دمر خطتهم تماما، وبيتفاجئ لما كريمزون بيصيح في غضب بسبب ان خطتهم اتدمرت واحتمال مقابله راجنا لارتميسيا كان ضعيف جدا، ولكن بيهدى وبيقرر ان هدف الخطه في الاساس هو تقييم قوه راجنا الحاليه، ولو قدر انه يقتل ارتميسيا هيبقى في مصلحتهم، ولكن لو راجنا خسر هيضطر انه يتدخل ويساعده، وده شيء كان هو متوقع. في اللحظة دي كاميرا بتبلغ كريمزون بتقرير عن حالة القتال بين راجنا وارتميسيا، وان لسه مفيش حد من اتباع ارتميسيا ظهر. فكريمزون بيفتكر ان الحاجز المحيط بالعاصمة الملكية اختفى قبل ما المعركة تبدأ بوقت قليل، وبيخمن ان ممكن يكون نيفلم اتقتل، وبيطلب من كاميرا انها ترجع لمكانه، وبيطلب من اسلام انه يروح لاكتر مكان ريحته مثيرة. جوليوم بيبلغ كريمزون ان برج رايست ساب القلعة ومتجه علشان يساعد ارتميسيا، وبيطلب منه انه يهاجمه ويعطله، وبيعترض كريمزون لان بجسمه البشري مش هيقدر يقتل برج رايست. فبيرد كريمزون ان كل اللي عليه انه يعطله شويه، وبيستعد جوليوم علشان ينفذ الاوامر، وبيدي كريمزون مفتاح وبيعرفه مكان جسمه الاساسي. فبيكرر كريمزون ان كل استعداداته وتجهيزاته هتبقى من غير اي فوائد لو ارتميسيا استخدمت سلاحها السري، وبيقول انه متحمس جدا علشان يعرف اذا كان راجنا هيقدر يجبرها انها تستخدم سلاحها السري. وبنروح لراجنا اللي لسه بيهاجم ارتميسيا وبيقتلها بكل وحشيه من غير اي تردد لو للحظه. في نفس الوقت ارتميسيا بترجع الوقت كل مره علشان تجدد جسدها، وبتتساءل عن عدد المرات اللي اتقتلت فيها لحد دلوقتي، وبيستنتج انها على الوضع ده مش هيبقى عندها الوقت الكفايه انها ترجع الوقت وتجدد جسدها تماما لان راجنا بيقتلها من جديد. في اللحظه دي بيمتص بجرايس دم سكان القلعه وبيستعد علشان يهاجم راجنا، وبيمنح ارتميسيا الوقت الكافي انها تتعافى، ولكنه بيتفاجئ بهجوم من بعيد بيدمر دراعه اللي على شكل تنين وبيمنعه من مساعده ارتميسيا. وبيهرب جوليوم بسرعه بعد ما هاجم برجرايست ومنع من التدخل في القتال، ولما بيلمح راجنا وبيشوف جزء من قوته بيستنتج ان عنده فرصه يهزم ارتميسيا، ولكن بيتفاجئ لما بيشوف راجنا محبوس في حاجز من حواجز نفلايم اللي لسه عايش ويبذل كل جهده علشان يعطل راجنا، ورغم انه على وشك الموت الا انه هيحاول بكل قوته علشان يوفر ثواني معدوده لارتميسيا علشان تعالج نفسها. وبفضل حاجز نفلايم بتستعد ارتميسيا علشان تجدد جسدها خلال 3 ثواني، وبتستخدم دمها علشان تحاصر راجنا، ولكن راجنا بيطلق قوه هالته الفضيه كلها وبيستعد علشان يهجم بكل قوته، ونفلايم بيستخدم كل قوته برضه علشان يحافظ على الحاجز ويمنع راجنا من انه يقاوم حتى لو هيضحي بحياته.
ولكنه بيتفاجئ بوجود سلايم اللي بيلتهمه من غير اي تردد. في الوقت ده بتكون ارتميسيا نجحت في انها تجدد جسدها بالكامل وبتستعد علشان توقف الوقت وبتشكر نفلايم على مساعدته، ولكنها بتتفاجئ بهجوم راجنا المدمر اللي بيخترق ويدمر كل شيء في طريقه في لمح البصر، وبتفتكر كلام ولت كاموي ليها انها ضعيفه بالنسبه لكونها واحده من زعماء التنانين، ورغم قدرتها بتاخد 20 من الثانيه علشان توقف الوقت، وان 10 الثانيه يعتبر الفرق بين الموت والحياه في العالم ده بالنسبه للاشخاص الاقوياء جدا زيه. وبيقترح عليها انها ما تواجهش اي شخص بالقوه دي الا في وجوده علشان يساعدها، وفي حاله عدم وجوده املها الوحيد هي انها تستخدم سلاحها السري لنسبه نجاحه مضمونه 100%. في الوقت ده بيكون راجنا مستمر في هجومه لدرجه انها بقت خارج اسوار العاصمه. في اللحظه دي بتستخدم ارتميسيا سلاحها السري وبترجع العالم كله في الوقت اللي راجنا كان بيسمع فيه خطبه الجنود فيها، وبيحس راجنا بشعور غريب كده مش مفهوم، وبيسيطر عليه وبيحاول بكل جهده انه يعرف سبب الشعور ده، ولكنه بيتفاجئ بارتميسيا اللي وقفت الوقت واقفه جنبه، وبتشرح ان القدره اللي استخدمتها ورجعت العالم كله في الوقت ده بتستهلك كميه كبيره من الطاقه السحريه، ولكن راجنا بيمثل تهديد وخطر كبير عليها واضطرت انها تستخدمها. ورغم خطورته الا ان المعركه انتهت من قبل ما تبتدي، وبتتساءل تتصرف ازاي معاه، وبتسال عن هويته وسبب كرهه الشديد ليها وامتى هي سببت له كراهيه، ولكنها مش هتعرف الاجابات دي لانه هيموت بعد شويه، وانها مش هتقتله رغم حقده عليها وعلى التنانين، وبتتساءل عن هويه سلايم وسبب وجوده مع راجنا، ولكنها بتتراجع في رعب شديد لما بتلمح ايد راجنا بتتحرك حركه بسيطه كده، وبتطمن نفسها لانه مش معقول يتحرك لانها موقفه الوقت واكيد هي كانت بتتخيل. في اللحظه دي بيظهر نفلايم في شكله الاصلي وبيهاجم راجنا بوحشيه، ولما ارتميسيا بتطمن ان راجنا ما بيتحركش بتطلب من نفلايم انه يوقف هجومه لانه دم راجنا بيسبب ضرر ليه، فبيعترض نفلايم وبيقول لها ان راجنا لسه عايش، فبتجاوبه انها عارفه، وبعد مواجهته استنتجت ان هجماته وسحرهم ملهوش اي تاثير عليه، وحتى وفي الحاله دي ورغم هجوم نفلايم عليه الا ان تاثيره كان ضعيف جدا، وان جسمه اشبه بسيف فضي وقوته وهالته ومصدرهم وجسده الطريقه الوحيد القادر عليها استخدام سحر قوي، وبما ان قوتهم محدوده بسبب ضوء الشمس فالحل الوحيد هو انهم يستخدموا خاتم الملك علشان يهاجموا راجنا بضوء الشمس، وبتطلب من بورجرايست انه يبلغ الملك بخطتها ويستعد علشان يستخدم ضوء الشمس المتجمع في الحاجز المحيط بالعاصمه، فبورجرايست بيبلغها انه بيرجح وجود اعداء تاني غير راجنا، فبتجاوبه انهم هيقضوا على راجنا الاول وبعد كده يبحثوا على باقي الاعداء وانه مش هيسيبوا اي شيء للصدفه، وبتطلب من فلايم انه يبعد من جنب راجنا ويستخدم حاجز علشان يحمي السكان الموجودين في المنطقه، فبينفذ نفلايم طلبها رغم حزنه بسبب انه ما قدرش يحميها. وبتلتفت ارتميسيا لراجنا وبتقول انها حاسه اتجاهه بشعور مشابه لشعورها تجاه اتباعها ولكن بشكل خافت جدا، وان شعورها تجاه العدو شعور خاطئ ولكنها متاكده انها تنسى الشعور ده بموت راجنا وبتمشي وبتسيبه وهي بتودعه. في اللحظه دي بيتذكر راجنا لحظه ما ارتميسيا طعنته بنص الدم والالم الرهيب اللي تعرض له، وبينهض من صباته وبطء بيردد انه مش هيسمح لها تعيش ولو للحظه تاني، وبيجري ناحيتها. ومع ادراكها ان راجنا قدر يتحرك ويقاوم سحرها بتحس ارتميسيا بتهلع وبتحاول انها توقف راجنا بهجوم ناري كده، وبتتساءل عن سبب مقاومه راجنا لسحرها رغم ان الاشخاص اللي مسموح ليهم بالحركه هم الملك واتباعها اللي حصلوا على دمها. وبيكمل راجنا طريقه ناحيه ارتميسيا ويفتكر كلام كريمزون ان ارتميسيا تقدر تمنح حريه الحركه لاشخاص معينين وتحررهم من تاثير سحرها، ومن الطبيعي انها تمنح الاتباع الحريه دي، وبما ان راجنا حصل على دمها فدي ميزه ليه. وبيحاول نفلايم انه يوقف راجنا ويحمي ارتميسيا بحاجز ضخم باستخدام كل طاقته، ولكن راجنا بيخترق الحاجز من غير اي تفكير وبيوصل لارتميسيا اللي ماتت من الرعب لما شافته، وبيسالها ازاي خايفه من الموت وهي قاتلت عدد لا يحصى من البشر، وبيستخدم سيفه علشان يدمر جسدها لاشلاء. وبتتساءل ارتميسيا برعب وصدمه عن سبب تحريك راجنا رغم انها وقفت الوقت، ولما بيحاول راجنا انه يهاجمها من جديد بتستخبى ورا نفلايم وبتحاول انها ترتب افكارها وتوقف الوقت من جديد، ولكن صدمتها ورعبها من راجنا بيمنعوها من انها تتصرف، وبتتمنى ان ولت كامو يجي وينقذها. وقبل ما سيف راجنا يوصلها بتتفاجئ انه وقف هجومه وسيفه وقع من ايده ووشه كله بينزف، وبيتساءل راجنا بدهشه عن سبب الضعف والالم اللي حاسس بيه حاليا، وبيستنتج انه استخدم قوته بشكل مبالغ فيها جدا وجسمه مش قادر يتحمل اكتر من كده وبيقع على الارض. في اللحظه دي بورجرايست بيطلب من نفلايم انه ياخد ارتميسيا ويهرب من المكان، وبيهاجم راجنا بضوء الشمس، وبيسال نفلايم اذا كان هجومه نجح ولكنه بيجابه ان هجومه فشل وظهر اعداء جدد. وبنشوف كريمزون وكاميرا واقفين جنب راجنا المرمي على الارض، وبيطلب بورجرايست من ارتميسيا انها توقف الوقت من جديد ولكنها بتكون متجمده من الرعب. في الوقت ده كريمزون بيبص بغضب ناحيه ارتميسيا وبيتساءل هيعمل ايه بعد ما راجنا افسد خطته وخسر في الاخر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا ترى ايه اللي هيحصل لراجنا؟ ولا هيقدر كريمزون انه يكمل خطته ويقضي على ارتميسيا، ولا هياخد راجنا ويهرب من العاصمه الملكيه قبل ما ولت كامو يرجع؟ كل ده هنعرفه المرات الجايه بمشيئه الله. ما تنساش بقى قبل ما تقفل اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.